محطتنا الأخيرة نرمين رح نتعرف فيها على بعض النصائح والمعلومات بما يخص العناية بالبشرة مع الصيدلانية رولا زيتون لحتى تخبرنا أكثر عن أنواع البشرات وكيف فينا نعتني فيها. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. رح نبلش بأول سؤال، كيف فينا نعرف نوع البشرة تبعتنا؟ تمام. هلا اول شيء في عندنا 5 انواع على البشره. عندنا بشره عاديه، بشره دهنيه، بشره جافه، بشره مختلطه، وبشره حساسه. طبعا كل نوع من البشرات بيتميز بخصائص معينه. نحن بدنا نعرف اكيد بدنا نحدد نوع بشرتنا. في كثير اشخاص ما بتقدر تحدد نوع بشرتها. هلا اول شيء البشره العاديه بتتميز بملمسها ورونقها، هي بصراحه من البشرات الجميله جدا. الاشخاص اللي بيمتلكوا بشره عاديه كثير محظوظين، لانه هي بتكون نضيرة بنسبة 70%، خالية من الشوائب والبثور، ويعني لا دهنية ولا جافة. أما البشرة الدهنية بتتميز طبعا بالإفراز الزائد للزيوت بشكل دائم. يعني البشرة الدهنية هي من البشرات المتعبة جدا، اللي بتحتاج عناية مستمرة ودائمة بسبب الإفراز الزائد للزيوت. أحيانا بشكل هذا الموضوع إحراج وبيكون متعب، وخاصة بفصل الصيف بنحط ميك اب بصير يعني بيختلف الشكل طبعا. اما بالنسبه للبشره الجافه بتتميز طبعا بمظهرها الجاف، يلي ممكن كمان يكون مزعج، ممكن يظهر تشققات او حتى قشور ممكن. هلا البشره الحساسه، طبعا البشره الحساسه كل الاشخاص اللي عندهم بشره حساسه بيعرفوا بشرتهم انه هي حساسه، بتحسس من اي نوع. ممنوع يستخدم اي مستحضر، اي مستحضر ان كان طبي او تجميلي بدون وصفه طبيب، ولازم طبعا نهتم فيها كثير ونعتني فيها ونستخدم مواقي شمسي بشكل دائم، لانه هي اصلا بتكون دائما بحاله تهيج واحمرار شديد. هلا البشره المختلطه هي مزيج من نوعين من البشرات اللي حكينا فيهم، من البشره الجافه والدهنيه. ببعض المناطق بتكون جافه وبمناطق اخرى بتكون دهنيه. طب خلينا نحكي رولا، كيف هو الروتين اليومي للعناية بالبشرة؟ في خطوط هيك لازم كل صبية بس تفيق أو حتى بس ترجع يمكن على البيت أنه لتعتني ببشرتها، وأهم يمكن نظافة البشرة من الميك اب، هذا دائما بتقولوا عليه. هلا ليكي حتى هي بتكون طرق بسيطة يعني، بس في أشخاص كثير بتتجاهلها، بس هي طرق كثير بسيطة، ولازم كل صبية وحتى الشباب، لازم أي حدا بالعالم يهتم ببشرته بروتين كثير بسيط. هلا أول شيء طبعا التنظيف، كثير مهم إنه نحن ننظف بشرتنا وخاصة صباحا. ساعات الصباح يعني أول ما نفيق نستخدم غسول منظف أو ماء مسيلار أو مناديل خاصة. الخطوة الثانية هي استخدام تونر. التونر هو سائل مائي بحد لنا من الافراز الزائد للزيوت، من الشوائب، بينظف البشره، حتى بيعدل بي اتش البشره كمان هذا استخدامه كثير مهم. بالاضافه للسيروم، يعني في عده سيرومات. هلا نحن طبعا بنستخدم شيء نحن بشرتنا بحاجته، طبعا بعد ما نكون بنعرف شو نوع بشرتنا واستشرنا طبيب او صيدلاني او اخصائي. لازم كثير ننوه على هذا الموضوع، دائما بصير في استخدامات خاطئه لانه وعشوائيه للمستحضرات الطبيه والتجميليه، خاصه للبنات يمكن نرمين عم يعانوا من المسام المفتوحه من الميك اب. صحيح هي مشكله عامه عند الكل. مزبوط. تقريبا صارت. هلا اخر خطوه واهم خطوه بصراحه هي الترطيب. في كثير اشخاص بتتجاهل موضوع الترطيب. الترطيب كثير مهم، بيحمي بشرتنا من كل شيء، بيعطيها رونق ونضاره. لا حتى تنويه هيك صغير، اشخاص بشرتهم دهنيه بيقولوا انه نحن ما لنا بحاجه لانه نرطب بشرتنا، هذا الشيء كثير خطا. لا، كل البشرات بحاجه لترطيب مستمر ودائم، ولكن بنسب مختلفه وبعدد مرات كمان مختلفه. نعم. بالاضافه الواقي الشمسي كمان شغله كثير مهمه، ما لازم نطلع ابدا ابدا تحت اي صيف شتي. طبعا صيف شتاء، واذا كان في شمس ولا ما كان في شمس، دائما بيكون في اشعه خفيفه بتاذي البشره وبتخترق ادمج الجلد. طب خلينا نحكي عن بعض المستحضرات اليوم يلي بتلائم كل بشره، وخلينا نقول هي ما تكون مكلفه، متوفره، وانه نقول البشره مثلا العاديه لازم تستخدم هذا المرطب يلي فيه هي الخواص الطبيعيه. تمام. هلا اول شيء خلينا نحكي عن البشره الجافه مستحضرات والمكونات اللي لازم بكل مستحضر تكون موجوده بكل مستحضر بنستخدمه.
هلا البشرة الجافة أول شيء إذا بدنا نستخدم لها مقشر لازم نستخدم مقشر. نحن دائما بدي كمان ننبه على شغله، نطلع على مكونات المستحضرات اللي عم نستخدمها. اي منتج بنستخدمه، اي منتج شو ما كان، كان تطبيق او تجميل، لازم نطلع على المكونات. مقشر يكون غني باحماض الالفا هيدروكسي والساليسيليك اسيد، هدول النوعين بيكونوا اول شيء بيقشروا تقشير خفيف وبيرطبوا البشره بنفس الوقت. بالاضافه ل بدنا نستخدم كمان تونر خاص بالبشره الجافه، لازم يكون كمان غني بمرطب. كل مكونات البشره الجافه لازم تكون غنيه بمرطب لانه هي بحاجه دائما لترطيب، مثل الالوفيرا. هلا كمان بالاضافه لواقي شمسي كمان لازم نختار واقي شمسي غني بفيتامين سي وفيتامين اي لحتى نعطي بشرتنا كمان النضاره الكافيه والرونه والحمايه اكيد الكافيه. بالنسبة للبشرة الذهنية من الزيوت على عكس البشرة الجافة، ما عندنا مشكلة أبدا إذا كان في زيت مائي تماما وغني بحمض الساليسيليك تمام. بالإضافة هلا لأنه مثل ما حكينا قبل شوي مشكلة البشرة الذهنية هي المسام الواسع، نحن بدنا نحاول قدر الإمكان إنه ننظف هاي المسامات ونغلقها. الغسول والتونر المناسب الخاصين بالبشرة الذهنية أكيد رح ينظفوا لنا المسام ويحدوا لنا من ظهور البثور وحب الشباب يلي كمان أحد مشاكل البشرة الذهنية. مستحضرات البشرة العادية مثل ما قلنا، البشرة المحظوظة، البشرة العادية نستخدم مواد طبيعية. هلا أول شيء بنشوف بشرتنا لشو بتميل اكثر، بتميل لانها تكون دهنيه اكثر ولا جافه اكثر، وعلى هذا الاساس نحن بنستخدم. بالنسبه لاخر بشره هي البشره الحساسه، البشره الحساسه ما لازم نستخدم ولا اي منتج او مستحضر دون اللجوء لطبيب. اكيد يعني كثير معلومات مهمه، اكيد بالحلقات القادمه رح نسالك اكثر تفاصيل عن كل بشره بحد ذاتها. نتمنى لك نهار حلو رولا. شكرا لك كثير لك، شكرا لاستضافتكم. شكرا لك الصيدلانيه رولا زيتون، شكرا كثير لك لليوم. شكرا لك.